كلاسي وعنو وناسين دا وضيال ما انتو حال كان نوغو مرتيا سياسة كميدا سياسيين تا دولة ديغان كالصومالي دا يتوبيا مقعي سنة الله إله دو علي عبدي عيسى علي عبدي يوحو وحا نين حلال بادن كسو قبتي مددي دولة ديغان كالصومالي دا يتوبيا وحو مر صومري مدح وينكو حيقين كا دولة ديغان كالصومالي دا يتوبيا وحو صومري ماريا وكالده وحو أحا ماير في جيجيه مرنا وحو أحا حبن كميدا بارلمان كا إتوبيا ولما وحو أحا حبنهي قولها عن صحيحن الدستور كي إتوبيا أنقو فرصدا كفا إذي سنين سفر كابان وكوي من مقالة بورما سلامكا سنة الله قولاني إيان دون علي عبد عيسى قلنا أن وحياب البادن هو يارق نمديسة لنا على سياسة سوى كميدا من دلنيرا كسو برباري وحنا كسو برتي مقالة بورما إن أنا بعورت مركه هري أن ميتين دون بدل كم وغدا مقالة بورما يو وقت يو وحكبرني كسو برباري أما مال عامته وكسو برتي أما دوكسي وهو صدح وكسو برتي أما دوكسي كسرب وكسو برتي كسو نام مقالة بورما بل إن بدل كوقت جاء يي مقول حي بل إنه على عبدي وحوقا فاهينا إن جسيو أو أرتدي موقال كما كبور ما إلى هذه ما أنت موقال خيال هذا أنت فرق جودة عايزين سبيت الكاسي قلنا نوع عبره أنت على قصي هي الكسر دوين أرت ما كور على عبد هاش ماد بدو ما حسنت هاي إن ورن صورة ما أنا قوير وأنا الكوي قد عن يلا يكاني إن هالكاس هناك بالله من عامد دا بسيجو هوسة بسيجو دحيح ناس كندريان كبح عمود إن كدبنا هذا الشقاء لي يقصوا بالدليل سواها قطيعة والدلا حريه يالان مضحكها استبدل كتر دعي بورما فربدني هاي المجال ده في الدعي في التان كده سي وحويان بلهان وفي الدعي بسميال بدن وكوكردين بياد فربدن دبقيه يلاو فربدن فربدن ونكسب كوكردي دوسي يجي سريع عمود وشام عاد نقضي بالشراء شام عاد كلاش شراء سلاله واحد شراء اسمه تهلا ووين ومجال ذي كيالا ونأد لو يمدو وأنا قبائل مكانة هذا كيانا يو دكتور والهد الله له سبتال كان شدة اللي جو جيني مرك اللي بعد مرة أنا علمو عن دلعي عن كيانا وحي مجال ذي مرتي جالي سيدة فربضنا الصومالية تدمحوها دياسبرا ودي بدك شو وقبيل كستو الصومالية لا وعروض يا أخو كويس تايا ترى برجع هرا هالقبيله دتك دجان كانوا بعد دجانين ترى يعني مكتت بضنا الصوماليات بطن الوارنة دونكسن هل بقى توم بندريم يا ساريه بورما قرحة بضنا أن كل إرسن ترني ورنتي لبابي لكن إن عيدك ردن ووصلت وقاد بي بورما قرحة هاي لامية فربنا بالغسني دادال فربضان او دادكو اي موجيان وقتك دولد دو شرطانو قبسو من يسو تاشا فربضان ادي ايا كتشرا وحنا دوغو فرحايو كلا دريقان دلاكا يمان ايا لاميقا و بلوغي سوري شعب ريد بورما يو هياد اي ليه من اسر دا اي سميين دولد سومال لان يدنا يقعون كجيس لان اد بان او فرح مرقا قروح بضان با ايقا موقتا بورما لاو سيديان له حالي عبدي taa hadda inta ka gudubno saasha qalbiga waxa ku weydiinaya xilal badan bad ka soo qabatay ee dawladda deegaanka Soomaalida waxaad gaadhay ilaa heer madaxweyne ku xigeen waxaad gaadhay heer ilaa inaad noqoto xubin ka mid ah baarlamaanka federaal ee baarlamaanka Itoobiya aad ka mid noqoto maadaama ma garanaysaa xilal ka badan isbeddelkii ka dhacay Itoobiya yaani ka soo qabatay dawladda deegaanka Soomaalida iyo maamulka Soomaalida kulka shanad aad xubin ka ahay madama aanad luqada xabashiga aanad afham xarka aanad ku hadli jirin si kugu soo rogash inaad inta soo xil ka soo qabato waa sax waxa weeye in isbeddelka Itoobiya ka dhacay wuxuu dhacay runtii iyadoo dhinaca Soomaalida burbur xoog leh uu ku jiro dadkana qixi baan waxa ku tagnay qixi markaan halka ku tagnay dadana waxa isbeddelkii kale Itoobiya ayaa dhacay oo sanad socota labad way kala horeeyeen labadii dowladood igees kana ku jiray dagaalamay ee migiste iyo maxamed siyaad barre ee waxa horeeyay dhicida maxamed siyaad barre ee
جانوري يمي بي كلا دعان بشي شناد يبشي كوباد دوتنا إتوبيانا نوب تغي دوتنا جيجو ديغان كيغا هيدبان تغي سبدل كيغا كا دعي مركا وحنو سورة قلي دادكي دادالكا قحيبان نوهين لدام كي دالكا مركا شروع دي اي سو سارين قولة دي PRDF dadkii dalka si joogay ee iyagu deegaanka tagin waxay inta badan dawladdii la shaqeynayeen ama waxay ka tirsanaayeen xisbiisa baada loo oranay ama waxay ka tirsanaayeen adu hay'adihii umbay ka tirsanaayeen marka sharciga uu ka reebay inay siyaasad galaan muddo kale guurka ee taas marka chance-ka anaga nasiisay anaga marka dadkii dhaqaajinay ee dadkii marka wadanka si joogay dad aad loo dhibaateeyay bay ahaayeen dadan madax la kici karin bay ahaayeen dad shaqo ku jireena ma yahayn shakhsiyaad yar marka laga reebo boqol qof may gaadhin dadka soomaalida guud ahaan kililka jooga ee dowladda Itoobiya mushaar ka qaata marka xisbiyadii la sameynayay iyo nidaamyadii annaga marka aad dadkaygii soomaaliya ka yimid taasaa markaa noo suuragelisay inaan anagu jaaniska helo marka wax u baahan ba afanxaar iyo midna ma yahayn qoladii PRDFna runtii kanaf axmaarka ku hadlaya waxay ugu aamin badnaayeen kan laga tarjumay kanaf axmaarka ku hadlaya inuu sistemkii wax kaga jiray ayay mar walba tuhmayeen marka duruuftaasaa noo suura gelisay inaanu anagu markaa dadkaygii soomaaliya ka yimid inaanu la jaanqaadno nidaamkii oo aanu la dhaqaajinno oonu markaa anaguna aan aaminsanayn wax lala qabsado maadaama in badan dagaal lagu soo jiray nidaamka maanta yimid ee xuquuqdeenna ogol aan wax la qabsanno marka annagana way naga gooneen inaan wax la qabsanno maadaama isbedelka weyneed ka soo sheekaysay ama dastuurka ama isbedelkii ka dhacay Itoobiya uu faa'iido soo kordhiyey shacbigii soomaaliyeed ee deganaa deegaanka soomaalida Itoobiya ama sakinka shanaad loo yaqaan lagana faa'iideystay sidaad adigu baad sheegtay bal waxaad nooga warantaa soomaali ahaan deegaanka soomaalidu nabadgelyada ka jirta horumarka ay sameeyeen waqtiga iyo waqtiga maanta la joogo farqiga u dhexeeya iyo ammaankooga nabadgelyada waxyaabaha horumarka dee lagu tallaabsaday muddooyinka waxa laga joogaa 25 sano ku dhowaanse muddadaasi isbedelka ku yimid sidee markaa bal looga faa'iidaystay nabadgelyada deegaanka soomaalidu say tahay bal intaa iyadana warbixin laga siiyo shan iyo labaatankaa sannadood haddii shan iyo labaatan sano ahaan loo xisaabiyo waxaan isleeyahay waqti badan baa ayaa lumay wax badan oo la qabsan kari lahaana iyana way naga dayacmeen duruufaha keenayna waxa weeyaan qaybsanaan dadka ku jirta iyo xoogag nabadiida ama ha ahaadaan qoladii wadaadada ahayd loo oran jiray اتحاد انه امتحان انه نترني اما ها نقطة قردن او ان الف عرقلده هاس ايا رنتي نقه ريمي لكن هدان ايو كتشري لحين يسود يقدر كإلهي كتشران هدان هدان ايو كتشري لحين وحنس لاه هل كان ما انت اللي تشوقه ما يلكفي عن ايا اللي تشوقي لها مركا اما كالقور كان نقطه اما حليدي كدن بيها نقطه دروفه maamulka ama xisbiyadii jirana is-haysiga iyo khilaafka ayaa ku badnaa waa la is-haystay oo wuxuu kililku ku bilaabmay khilaaf madaxweynihii horreeyey markii la doortay toddobaadba kama soo wareegin shurba may gelinba marka khilaafku bilaabmay marka khilaafka dhaqan soo ahaa marka waxyaaba soo qabsoomay way jireen waqtigu de dadku ma wada dayacmayeen laakiin wax yar waxyaaba la soo qabsoomay jiray laakiin waxaan odhan karaa 5 sano u dambeysay ayaa kilalku xawli ku dhaqaaqay oo hoggaanka dowladda iyo xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya iyo oo midaysan oo khilaaf la'aana ay ku soo socdeen intaasaan isleeyahay wax badan baa dadka u qabsoomay gaar ahaan haddaan ka sheekeeyo dhinaca nabadgelyada nabadgelyada wax weyn ayaa ka qabsoomay waxaan maan dhaweyto waxaan madaxweynaha u raacnay goday kadib annagu waxaan soo marnay isagu uu soo noqday dowladdu ku soo noqday annagu marka dhulkaanu soo marnay 5 barkii galabnimo ayaanu goday
وصول دقارنا قياسته طبعا عشان كهرمك عشان تيبركي قلبنا قصوب حني طب يدهر يقودي وحن يوسو عني ساعة صلاة دي مغرب الفاسين كنت كني وحن يتشوقني ساعة بينهم تتشوقني وانو كعشيني دوتنا وصول دقارنا لك حبور بان نميت ساعة بان تشوقني لابيه طبعا كهربين نمو وحن صوق اللي مجازة تبتشيقا إذا إلى أين هي أفر شن أسكري وبابرة لك السعودية وحن كهنا المشرم ما فعلنا عنا بتكلي ذا وحوين وين وين بالله قبطي بنا عحرم مركب وحوين بيدنا الله قبطي بنا عحبر شدة عفماتك وده أنا ما ما بشان لقطة أما نحن لقطة وحوين بالله قط إن يا كل وقبصوا مي إن شن تن سنة قدم بيسي ان تاني حزب يو هوغانك دولدا كارهن حنا عبدي واهنا انه ما يخقوا انت هي وحلا قبطه ايان ان كو امانيا marka wax weyn ba dhinacaana ino qabsoono shan sano intiis oo hore mar badan ka soo sheekaysay min goday in laa intii aad soo martay indhaha ku soo arkay yani wax qabadka ku talaabsaday hoganka mudada dambe xilka haye ee hoganka waa hayo Cabdi Maxamed Umar een inta badanna waxa weeyaan xiyaabaha si laga qabtay ama gobolada kala duwan ama gobolada inta badan loo jiray dib u dhac baa ku yimid iyadoo taasi muuqato bal waxaad ka warantaa caasimadda magaalada dowlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga dadka qaar ma aragtay dhalinyaro waxay leeyihiin magaalada caasimadda ma laha biyo oo biyo laan baa laga cabanayaa marka biyo laantaasi laga cabanayaa ma jirtaa waliba markaan taa mid kale su'aal kale ku raaciyo waxa weey waxa jira ciidamada la yiraahdo new police oo ilaalada police ka ee dowlad deegaanka Soomaalida ciidamadaasi oo inta badan ee kuwa police ka dadba qaar ka mid ah masuul mucaaradka ee deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa ku dhalinaa nimanka cambirad dadka shacabka ku qabtay weey ya ee tan iyaga laftooda iyadoo waxa tahay min magaranaysa xogogaala meeshii ka yimid deegaankii ka yimid sidee u aragtaa marka baahida biyo-laantu horena way jirtay welina way jirtaa laakiin dawladdu dadaal xoog leh ayay runtii ka samaysay mashaariicda ugu waaweyn bay ku jirtaa biyo-gelinta Jigjiga waxa kooblan waa lagu bixiyay KTC waa la dhisay KTC waa la sameeyay pipeline waa la soo xiray ceelashii waa la qoday waa la soo furay laakiin weli ma daboolmin een taasa laga dareemaya waxa weyn balaankii de marka la sameeyo ee 5 sano 6 sano ayu mashruuc u soconaya magaalada inta ayaduna ay durkaysa een taa dadaal xoog leh runtii loogu jiraa magaalada caasimadda inay biyeedu hagaagaan tanana ciidanka liyo booliska marka soo noqdo een nabadgelyada aan ka soo sheekeynayo ee goday inaan ka soo baxo shantiya barki galabnimo 12 habeenimo ee Jigjiga soo galo runtii dawa waxay keeneen ciidanka liyo booliisku een liyo booliska intii aan la aasaasin waxa weeyeen ciidamada federaalka bilba qabr bayax lagu wadin jiray baabuurta dawladda ciidamada federaalka ayaa ka xayinay waqtiga kala guurki waxa xusuusanahay man ra'iisul wasaaruhu iman markaa man la zanaawi oo madaxweynaha dalka ahaa mar uu imanayay qabr dahar oo annagu madaxdi kilinkaana iyo guddiga fulinta iyo odayaashii gobolada aanu jigjiga ka xaynay waxa la guuta ciidanana ilaalinayso technikadeedu waa toosuuga iyo qoryaha ayaa diyaabayso haddana waan ku weyn kari weynay qabri dahar waxaanu saaxanay meel lagaado qabri jeeraan cabsidana haysaabeenka meesha hurudnay iyo xogta marba ciidanku ay helayaan halkana la soo joogo halkana la soo marayaan may waxay ahayd wax aad u culus habeenka dhaweydna qabr jeraar baan joogsanay meel cidlaa markaas aanu ayaanu aniga iyo Axmed Makaahir iyo kamid ahayn marka madaxweynaha waxaanu ku xeynkii markaa xilliga ahaa qolada halka odayaasha marinaysay ayaanu imikan Axmed Makaahir waanu wada soconnay iyo madaxweynayaal kale Cabdi Jibriil iyo Khadar Macallin iyo Aadan Cabdilaahi ku xigeena Diiriye Cabdilaahi guddiga fulinta halkii inaanu xusno ayaanu u joogsanay waqti baan halkaa ku xusnay markaa horumarka nabadgelyada ee ka waramayo horta ciidanka keenay waa ciidankan liyo booliska Soomaalidu
وقت أنت عن عيدك البوليس كلا سمين والسلاح سكوني يروح بدن باتري ما أنت عن وش كذا ما رح ماري كروه دي أنا الأي دي كار كهيجا يعني أنا شيء بدك هو ذني وحويا رقم ينظام يسوع أنتي شرعية يو كلا دم بين تكون تعيدا كنا يسوع لي هو مرك النظام كان شعلاني سيدي كلا وقوم وقنا يا روما شعلاني اللي بوليس لكن جودهان ما أنت الشعب الصومالي إثيوبيا وحي ما حدا يأمنتها ينبضها يهرمر كايمد وحيو خيان إذا ما ذلبي بوليس كا وحيو أركان نفتود خريال يدد يجا كحرية يدد كي هل كان كده دوبنا لونتا مركب حلا مسيني هاي إيدا كان ذلبي بوليس كلا أنتي إن وحن ما أنت كل كقب صومي إلى كقب صومي وأيضاً يا عم بنا نقول من سنة حسب الديمقراطية الشعب الصومالي الإثيوبي وحقوق الشيء بقول كده الشنيء صوت هواينك أنت هين اللي جاي تهاي أنت تقطور تان هواين ما دام أنا هرو يعني أخي ما هنقول بس لي سدوا كل ساعة كسر شيء كيسين بتقلي ده أيه هرو مركع أيه هرسيد كيهين هواينك دولة تجارك الصومالي ده وكم دي هاي مدحونا حتى كان تقوها هي حلكة عبد محمد عمر يو حسب جيسي صوت أرتجد حسب كديمقراطية الشعب الصومالي الإثيوبي دورشة هي ستح بلوتك بعد كلية بليدا من نظور سد النقوم قرتها تيل لبجو ليستو حسب جاسي خرمركة يو حيابها إن بكلية يتكشف صوت شيء كيس مسيس عنطان وطورة بقول كي باشان يصدون إن سيو حسب كديمقراطية الشعب الصومالي دو وحوي وصوق وشيستي تدويني هنا ولا شري أنا وسياسيين ترى وأنا وياه رشكا ونقطيب قال لك أفكار بقى اللي جديدتي أنا وواحد من كنت اليوم بقول كي بكونت من دمك هلا سيو دمك وحوي براكتيك اللي بالواركي ماشى قف هوين وشو ده قولي هني ما بدك يسوي قولي هوين لان شري يا متشري ده منت هاي يا ده قرحنت هاي يو ماشي جوجاور قرحان مركها ونسكر راعنا يعني مهم تهاي وحوي نسيه وأنا مركي كوباد مرت هوش هاي نقول لك هالشلة دم هاي مرة هرا إله اللي جي يجي إله اللي أنا قدم بيه والسكوتي والسكوي من إنك في كاسو سعو واي كاسو با كبر دي سوامري ده مرة هربوا بحدا يا مرة هربوا كدلك مركها كان كده لثانو والله يسيا أم بلا ما نيجا قبل ليك هنايا كهود لحدنا ده أنا جميل لما تشاهم بيدا من اللحى يكود عين لكن ما أنت حس بقو صور دقي جميع شدقان كا سياسيين تيوهرة ولا مودين كاتت كنا والله سوية ولا والله قد ضادي عرفنا والله قط هاجر حس بقو وأنا من سنة هاي أنا سوى بحالي مكبرنا في فدرال كا وحن كل أنا أفر يلا باتن نود أيقو ميت الصومالي دي توب يا كل هذا I think أنا صدق يطبن أي قبل يهين وحوي وقروح آدو بدن جندر إيشو عالم كمال مريك هناك كم قاعدين بام قبل هالك هذي تحسنوا صورة كشوف عد كانوا كقاعدين ما تشرتوا مركا 50% كهالك وابن وابي قاعدين هادين كبدنين مركا تحس وأنا من سنة هاي إن مرت آد لو تاجريو يدو تير دقن كيا عرقلاتي هي واحدة دت كمالها كورونا نيجشتو هذا نقاب حزب جنوا جابوني هاي وصباح يعني قبل هذا السؤال شل بعد هاي ده دي لا يقول استو حزب الديمقراطي الشعب الصومالي هرم كان النظام كان يجوا يودين تين لا يقول شيء شركة ريا وحوي دورة حزب جا وحلو ترتم يا وضتي حزب وحصوقة طي ونيجا هاي لما متشرو مركا حزبية الصومالي دونا كوي مكا وقت كان مكا دور شابة ستح بلو دي كار داي وحسن سامي الساني يانو ويتران كوي كالو سي تريو سكاون يقونا دور شابة قرحي يانو ويتران مركا اسمي دي هيبا اتكلا يا ايمان السان لكن هدى برد عطبا وحزبي كالبا كي قولستو وحان قبا يعني وحاسي هكانا يان تاسيني نبديد كي يو وحياني كعانسيوني سوان بان قياسي مركا لكن سيجي نحسب سنة أنا أقول إنه حزبي إنه الله طورنا يو تاجر هذا الشعب كي أيها استنلك إذا استن
دوان إن شر وقفصي حسبينا حسب الديمقراطية الشعب الصومالي إثيوبيا وحكسوا قيد كلي وحلو حيل كقفصي ما كنا نسا إن دولتي كان الصومالي وهذا يكون كمله أنت بدنا اللي بيشتري يعني دور عشان صوص عطاء سواء شان كويتيني هواين كقطة ولا صينية وحيلها اللي بيشتري هرو ما يدعي ترين إن حلال هرك سوق قبته يعني دولتي كان الصومالي inta la isku qoyeyo iyo khabaradii yaani dhigna markii khabiirada ama siyaasinta ama aqoonyahanka oo danaha dowladiga Soomaalida laga sheegay taas imaxa keenay maxaa sabab sadaqay in waxaan islaahay dhigow iyada laftida horumarka kamida ee nidaamyadii kale ka sii jiray markii uu horeeyay ee madaxweena kale madaxdi hore kale uu yeero annaguna waqtigii guumaanay yeero kuwa naga dambeeyeyna uma yeerin waaba uun la isriixayo cadow un baaba loo arki jiray marka waa tallaabo horumar aan islaahay waana ku amaanayaa madaxweynaha xukuumadda dowlad deegaanka soomaaliya ethiopia mudane cabdixamuud cumar runtiina taasi waxay keentay shacabkuna aada ugu ammaanan midnimaanay dee muujinaysa madaxda hore waxay u badan yihiin aasaasiyaasha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaaliya intaan ka xusuusto waan ka wada mid ahayn labadii guddiye labada urur isku daray baan ahayn marka aanu xisbi kalaba ma noqon karno qolyaha iyaga hore nidaam kalena maba taageeri karno marka horumarkay ka mid tahay aan kuu sheegayo kilinku gaaray iyo korriinka ama madaxduba kortay ama dadkuba koreen marka horumarka aan bayhaashimu ka mid tahay in la gaaray su-aasha ugu dambaysa iyadoo su-aashana ka yar dambaysiin doono waxa weeyaan maadaama midnimo iyo ma garanaysaa horumar iyo tabti toosnayd deegaankii soomaalida ethiopia uu qaaday waxaa loogyahay in deegaanka soomaalida ethiopia ku jiro khayraad farabadan nabadgelyaa ka curatay maamul suuban baa ka curtay midnimadii iyo dee wadatashigii haboon baa meeshii ka socda xisbigii dimuqraadiga soomaaliya soomaalida ethiopia ayaa maaragtay dee soo bandhigayay horumarkii iyo waxyaabihii ay qabteen iyadoo waxaa soo dhanay ma garanaysaa isku duubni iyo ay keentay midnimadii sidee looga faa'iidaysan karaa khayraadka ku jira dhulka bulshada ku nool dowlad deegaanka soomaalida iyo guud ahaanba ethiopiana ay uga faa'iidaysan kartaa maadaama nabadgelyadeedii iyo xulba ay wanaagsan yihiin sidaad ku warantay yacni noogu bayaamisay faahfaahinta waraysigan aanu kula yeelanayno gebagabadii waa saxba aad baad umaadsan tahay waxaan isleeyahay waa la gaaray xilligii laga faa'iidaysanayay intii hore dhan carqalada xoog laa jiray marka maanta ama ciidankayga federaalka ethiopia ha noqoto ama ha noqoto ciidankayga booliiska ama ha noqoto xisbiga iyo hoggaanka dowladda ama ha noqoto basayrka shacabka waxaan isleeyahay waa la gaaray waqtigii khayraadka lasoo saari lahaa natural gaski hadda waad arkaysaa ra-iisul wasaaraha ethiopia heshiis buu la soo saxday dowladda jabuuti pipeline ka imanaya kaluub ama shilaabo oo ilaa jabuuti marka waan isleahay waqti dhow waa lasoo saaraya dadkuna way ka faa'iidaysan doonaan oo dee waxay ku leeyihiin wax badan baa loo qaban doonaa maantana gobol xaarka jira kaabayaasha dhaqaalaha ama jidadka ama isgaarsiinta iyaguna way wanaagsan yihiin marka waan islahay maanta waa la gaaray xilligii ama dhinac shicib ha noqoto ama dhinac dowliyeed ha noqoto heerkii ama heer federaal ha noqoto dhinaca ciidanka federaalka ethiopia aduu 100% waan islahay waa la gaaray waqtigii waana lasoo saaraya waana laga faa'iidaysanaya aada iyo aada ayuu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa cali cabdiciise siyaasi ka mida siyaasiyiinta dowlad deegaanka soomaalida ethiopia kana mid a xisbiga dimuqraadiga shacbiga soomaalida ethiopia oo aanu arrimo badan ka wareysanaynay isaga oo safar gaaban ku yimid magaalada burima waxaana wareysiga ka qaadayay anigoo hashim sheekh xamarkood aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa.